احنا من نشأنا بهاي المدينة، نشأنا لقينا أبانا وأصدقائنا وكبارنا كلهم يرتدون هذا الزي، الزي الحلو. وخير مثل على ذلك عندنا كان شارع البنك بيجي بحدود 60-70 خياط، إلا من قبائل شارع البنك اللي خيط بنطرة وكلها تخيط دشداشة، لأن هاي الدشداشة تمثل رمز مدينتنا ونعتز بيها وزي حلو، والشباب يتفاخرون بلبسها بالصيف وبالشتاء. الزي العربي هو جزء من الموروث التراثي لهذه المدينة، وأيضا هو جزء من الهوية العربية الأصيلة لهذه المدينة، وهو أيضا يعني مريح باللبس، وتلقى يعني أغلب شباب أهل المدينة وشيوخها يعني يعتزون بارتداء الزي العربي الأصيل. والله ارتداء دشداشة هو الأصل طبعا، وهذا الشيء مستأثر عن آبانا وأجدادنا، وأغلب يعني هل سامرة هم يرتدون دشداشة بالمناسبات، حتى في مناسبات الأعراس يرتدون الدشداشة. دشداشة زي عربي قديم حلو، آبانا وأجدادنا لقيناهم يلبسون الدشداشة، وهي الدشداشة زي حلو احنا نعتبرها من زي العربي الأصيل. ايه والله نعتز بيه طبعا، نعتز بيه، هن الكبار لبسوه واحنا لبسناه وراهم. احنا عندنا شباب يعني حتى بالعرس مالتهم ما يلبس لا قاط ولا غير شيء، فيلبس يعني يفضل الدشداشة لان هي ام الاصالة، يعني العراقيين احنا اصالة، فاحنا تدري احنا وعشاير، فالعشائر كلها يعني وشوخنا وجدادنا وكبارنا كلنا على هذا المنهج، يعني نمشي احنا منهج هذا ماشيين عليه اليوم القيامة، يعني ما نتخلى عنه. فهي الدشداشة زي عربي أصيل. الدشداشة هي حقيقة تراث يعني، وهو تاريخ أيضا يعني عراقي قديم ربما متوارث من الأجداد، ويعني يضفي حقيقة على الرجل يعني هيبة ووقار أيضا، ويعني كثير من الناس يستخدموها يلبسوها، وهي أيضا ممكن يعني تجديد لتراث الآباء وتقاليدهم، يعني موروثهم، موروثنا الثقافي والحضاري ربما.